الشباب الشهيد نجار غالم بدائرة عين البرد، وبالتنسيق مع جمعية الأمل للتكفل بالمريض، نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين البرد مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي يوم تحسيسي حول سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم تحت شعار لا تترددي فحصك الآن أمان واطمئنان، بحضور أطباء مختصين في المجال من أجل التوعية والتحسيس. السلام عليكم، معكم الدكتور مصطفى جينيكولوج، وباغي اليوم نحدثكم على الكونسير تاع النسل، سرطان وكيف الوقاية من هذا السرطان. بما أن الثدي هو عضو ظاهر يعني راه جاي على برا، دونك حنا من يعني من الوعي أن الإنسان يكتشف هذه المرض. النساء مساكن لازم ننسيسو على النساء في ديورهم، في ديورهم لازم ما يعياوش، ما لازمش يعياو، دائما يفتشوا رواحهم، دائما يفتشوا رواحهم. وعلى هذا الأساس أنا نقول باللي السرطان تاع الثدي ممكن القضاء عليه، كما في بعض الدول يعني راه مصروف 80% سي بوكو، يعني ملي كانوا في 40 يعني 40% راهم رجعوا في 80% من الشفاء، وبالتالي هذا الشيء ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الأمينة العامة لدائرة عين البرد، اليوم رانا في اليوم التحسيسي الخاص بمرضى سرطان الثدي وسرطان الرحم، يعني مبادرة جيدة على مستوى الدائرة. نشكر كل الطاقم الطبي اللي شارك في هذه المبادرة، والحق كان إقبال كبير من طرف السيدات، وكذلك كان نوعيهم باش يكون فحص مبكر، يعني بدون فحص ما نقدروا نديروا والو، هذه هي. وشكرا. الأستاذ سلامي أخصائي في علم النفس منسق الخلية الجوارية تضامن سيدي حمدوش، تابع لوكالة التنمية الاجتماعية قطاع التضامن الوطني والأسرة والقضايا والأرقام. يعني ككل سنة نحن اليوم متواجدين في دار الشباب بدائرة عين البرد، وذلك ضمن برنامج الشهر الوردي الخاص بسرطان الثدي وسرطان الرحم. يندرج هذا اللقاء ضمن ككل سنة نقوم يعني على مستوى تراب الولاية بتنشيط أيام تحسيسية وتوعوية فيما يخص مكافحة سرطان الثدي وسرطان الرحم لدى المرأة. جايكم هنا باش نعرفكم بالسرطان الثدي ونزيدوا معاه سرطان عنق الرحم، وهذا من اجل التكشف المبكر. احنا كاع اللي جبنا هنايا مش بالنهر، لا من اجل التكشف المبكر عن هذه السرطانات. ونتمنى من الرحومنا شو عندنا هنايا، رانا دايرين ما رانا من اكتوبر اللي فات وحنا نخدموا شاك جودي كل يوم خميس، رانا دايرين حمله تحسيسيه وتوعويه والفحص. رانا ايكو بغا عندنا ايكو، رانا دايرين هنا، راهم يشو عندنا نساء ورانا نفحصوهم، وشاك كل يوم احد راه عندنا فخوتي. القابلة المنسقة بعين البرد بن سعد يمينة، رانا اليوم في دار الشباب بدائرة عين البرد، قمنا بيوم تحسيسي وتوعوي عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. نتمنى وصلنا الكلمة ووصلنا المعرفة للنساء عين البرد. نتمنى يكونوا واعيين ويجوا اي حاجه، اي سبب، اي المراه تكون عندها مشكله، ولا رانا هنايا بكل وضوح رانا هنايا باش نخدموا المراه بكل شفافيه. ونتمنى التوفيق لجميع المنظمين وجميع، والشكر خالص لكم. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.